السلام عليكم، مساء الخير. شكون فينا اللي صافي 100%؟ شكون فينا اللي نقي 100%؟ شكون فينا اللي عمرو ما غلط؟ ما كاش، كامل غلطنا، كامل ارتكبنا اخطاء، وكامل لو كان ربي يكشف الستر اللي راهو علينا نمشي وراسنا هابط في الارض. تاكد انت ولا انت اللي راك تشوف لا فيديو، مادام مازال ما تكشفتش وتفضحت، فعرف بلي ربي راهو ساترك. ربي هو اللي ساترنا بعيوبنا، ما كانش ما فيهش عيوب، ما كانش اللي ما يغلطش، ما كانش. ولا تسهله بزاف انو نظلمو انسان، ولا تسهله بزاف انو نظلمو روحيه انسان. الشي اللي صرا البارح مع بشرى عقبي حسبي الله ونعم الوكيل، ماشي في الراجل هذاك، لانه هذاك ما يحقش عليه نقولوا له كلمه راجل مهما كانت صفته بالنسبه ليها. ما نحقش نقولوا عليه كلمه راجل، انه ماشي راجل، رجله كبيره بزاف على هذا الشيء. الراجل اللي يستر روحه ويستر الانسان اللي معاه، الراجل اللي طفله اذا دارت فيك ثقه ما تخيبش الثقه تاعها، هذا هو الراجل تاع الصح. هذا ما نليقش نقولوا عليه راجل. بس الحاجه اللي توجع في قلبي هو الناس. ربي يهديكم اللي راكم تبارطاجيو في لي فيديو ولا تصاور ولا تزيدوا راكم تمشيو في الخبر، ربي يهديكم يا ناس. بشرى عقبي كش ما شفتوا منها حاجه عيانه ملي دخلت المجال الفني، كش ما شفتوا منها اي تصرف اي كلمه غير لائقه، طفله محترمه جدا، ما شفنا منها غير خير ودخلت البسمه لديارنا. علاش اليوم ندوروا عليها؟ علاش الحاجه دارتها في حياتها الشخصيه؟ لو كان كل انسان دار فعل كيما هذا يخرجوا لي فيديو تصاور تاعو. جماعه رانا عايشين في مجتمع جزائري ونعرفوا واش فينا واش علينا. ربي يهديكم اللي راكم تبارطاجيو في هاد لي فيديو، ربي يهديكم. ان لي باج الكبار اللي راهم يبارطاجيو في هاد تصاوروا لي فيديو، ربي يهديكم. انا ندعو كل انسان اولا اللي راهو في اي صفحه اي تبارطاجي في هاد الاشياء وراهي تستشفى في بشرى عقبي، روح ديزابوني من عندها، لانه عيب انت تشارك في صفحه كيما هادي وتكون مشترك فيها وتشارك في الذنب اللي راهي دير فيه. اولا، ثانيا خلينا نعطوا مفعول عكسي للشيء اللي صرا، عوض ما نشجعوا ناس بزاف كيما هذا الحقير، ارواحوا نعطيوهم كيما يقول لك ارواحوا نعطيوهم نظره اخرى، بلي بالعكس انا ما نشاركش هذا الشيء، وهذا الشيء راح يبينك انك انت انسان حقير. وما نعاونوش بزاف ناس باش يولوا يديروا اساليب كيما هادو مع بنات كيما بشرى ولا غيرها. صدقا صدقا انا راني تعبان من البارح لليوم، صدقا راني تعبان. بشرى عقبي ما نقولكمش راهي صديقتي وعلاقتي بها قويه ولا لا لا، بس انا عارف بشرى عقبي كانسانه وهذا يكفيني، كفنانه وهذا يكفيني، كانسانه كانسانه. قل حسبي الله ونعم الوكيل. وكل انسان قبل ما ينشر ولا يستشفى في بشرى قل له تفكر بلي غدوه تقدر تكون في بلاصتها. ما كان حتى انسان صافي، ما كان حتى انسان صافي، كل واحد فينا فيه وعليه. حسبي الله ونعم الوكيل.